يعني احنا في بطولة الكأس قطعنا شوط كبير، خصوصا بعد تجاوز الرمثة وتجاوز الوحدات. الآن عندنا الخطوة الثالثة هي مع شباب الأردن يوم الثلاثاء إن شاء الله. بالنسبة للكأس انه هدف انه نسعى الى تحقيقه، لذلك المباراة ما راح تكون سهلة، نحاول قدر الامكان انه نحاول حسمها في اول جولة ان شاء الله حتى نطمئن بالجولة الثانية ومن ثم النهائي بإذن الله.